يقع مخيم نهر البارد في شمال لبنان، وهو المكان الذي لجأت إليه بيسان وعائلتها. أنا اسمي بيلسان، فلسطينية سورية من مخيم اليرموك. فتت قانونيا، عندي 3 صبيان، عندي الكبير عز الدين. عانى عز الدين من اضطراب ما بعد الصدمة الذي أثر على صحته بشكل كبير، وكذلك من التمييز الذي تعرض له في لبنان. عز الدين هلأ السنة بريفي، جيت لفي نفسيته تعبانة، قاعد كتير يتقتق هون، عانيت فيه وعم بعالج فيه. لما أجيت على لبنان أول ما فكرنا مخيم نهر البارد، أما لقينا غير في تمييز كتير إنه أنت سوري وأنت لبناني. أنا قلت لهم شو يعني كلمة سوري؟ ما فهمت شو يعني كلمة سوري. كان الوضع الصحي يعني أضلني بالبيت بخاف، كنت أخاف من كل شيء، كنت أتأتأ، كنت كثير شغلات. وفي لساعته لهلأ معي بناتي كاسة مي، ما بسمع كثير يعني. بيسان وعائلتها يملكون إقامة مؤقتة أمنتها جامعة النجد، التي مكنت عز الدين من التنقل بحرية وتقديم الامتحانات الرسمية. إحنا كل 3 شهور منجدد الإقامة، وهلأ عز الدين صار بده تجديد، فرحنا نجدد. أما قالوا لي عندك دفع، وأنا وضع المادي مو كل هالقد، ما بيساعدني إني أدفع له أو شيء. اتجأت للنجدة وانبسط إنه أخذ بطاقة الترشيح إنه مشان بدي أقدم السنة بريفي. بس جددوا لي ارتحت، حسيت حالي إنه صرت حر، صار فيني أتنقل بسهولة تامة، ورجع هذا انعكس إيجابا على صحتي. على الرغم من المشاكل الصحية والمادية، بقي حلم بيسان الوحيد أن تعود إلى سوريا مع عائلتها. أنا انهديت وضع سوريا، أنا حابة أرجع على سوريا، أنا حابة أرجع على سوريا وأرجع على بيتي، لو أنه غرفة لو دمار حابة أقعد عليه، لأن تعبت وشقيت فيه. حابة اني هيك ارجع انا واهلي، انا وبيت عمي، بيت حماي، ارجع مثل ما قبل. وحلم